انا هاخد الاول بس عشان ما اطولش، عايز اخد سياده اللواء عصام والي رئيس الهيئه القوميه للانفاق. اهلا بيك يا سياده اللواء. اهلا وسهلا بيك. اولا الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. ثانيا الله ينور. الله يخلي حضرتك. ثالثا ربنا يخليكوا لينا يا رب. ويخليكوا لينا. يا رب يخليك يا فندم. يا رب. انا يا كنت رب. بقول يا فندم انه محطتنا دي، وحلفت برحمه بابا، اجمل واحلى وافخم واكبر من اللي انا شفتها في لندن، بادينجتون محطتهم الرئيسيه. صححني لو انا غلطان. دي شهاده انا بعتز بيها. يا رب يخليك. دي شهاده انا بعتز بيها. احنا كده اصبح في عندنا اول محطه مركزيه كبيره لينا، محطه عدلي منصور. تمام. المحطه بقى يا فندم، بما انها المحطه المركزيه، تودينا بعد كده على فين؟ يعني عند استكمال كافه الخطوط توديك لاي حته انت عايز تروحها. اي مكان عايز يروح حاجه، يعني اروح العاصمه الجديده، انزل القاهره العاديه بتاعتنا، اروح 6 اكتوبر، يعني قول لي حضرتك اي مثال وانا اقول لك بشبكة المترو الخطة الاستراتيجية للدولة اللي هي بتتنفذ حاليا على الأرض. مش هقول لحضرتك بقى أي مكان في القاهرة الكبرى، هقول لحضرتك أي مكان في القاهرة الكبرى، أي تجمع عمراني حوالين القاهرة الكبرى، أي محافظة في جمهورية مصر العربية، سواء في بحري أو في إبني، هوديك بشبكة نقل ذكي حديثة متطورة خضراء صديقة للبيئة. أي طيب أنا ساكن في 6 أكتوبر يا فندم، عاوز أروح العاصمة الإدارية الجديدة. ليك 2 اختيار يا فندم. اتفضل. الاختيار الأولاني تركب المونوريل غرب النيل. ماشي. تنزل وادي النيل في المهندسين. ماشي. تاخد الخط الثالث للمترو. ها. يوصل حضرتك لعدلي منصور، تركب الـ LRT أو القطار الكهربائي يوصل حضرتك للعاصمة الإدارية. ده الأوبشن، ده الاختيار الأولاني. حلو. الاختيار الثاني حضرتك هتركب المونوريل، هتنزل وادي النيل، تركب الخط الثالث، تنزل محطة الاستاد في شرق القاهرة. تركب المونوريل شرق النيل يوصل حضرتك للعاصمة الإدارية. طيب أنا جاي مثلا من الساحل الشمالي، العالمين الجديدة، وعايز برضه أروح العاصمة الجديدة. حضرتك هتركب، دي سهلة خالص، حضرتك هتركب القطار السريع فائق السرعة، هيوصل حضرتك مباشرة من مطروح أو العالمين، ينزل حضرتك في العاصمة الإدارية، تاخد الـ LRT أو القطار الكهربائي من المحطة المركزية الثانية اللي احنا بننفذها حاليا. أيوه. تاخد الـ LRT تخش بيه العاصمة الإدارية، تروح للعاشر من رمضان أو تنزل القاهرة مرة أخرى. طب انا لازم اقول اي حاجه، طيب ممكن نصعب القصه اذا سمحت لي. اتفضل يا فندم. طب هروح من الساحل الشمالي للغردقه. كويس. هتركب الهاي سبيد ارتفاق السرعه من العالمين او من اي قرى الساحل الشمالي، تنزل مباشره بالخط فائق السرعه الى العين السخنه مباشره من غير ما تغير المواصله. طب يا فندم مثلا هنفترض ان انا غلس جدا، فانا عايز انزل من الساحل الشمالي اروح على شغلي مثلا هنا في ماسبيرو، اعمل البرنامج وبعدين اخد بعضي واتوكل على الله اروح الغردقه او العين السخنه. حضرتك جاي من الساحل الشمالي. اه. هتاخد الهاي سبيد، تنزل في محطة العاصمة الإدارية. أوكي. تاخد الـ LRT يوصل حضرتك لعدلي منصور، تاخد الخط الثالث ينزلك في ماسبيرو قدام مبنى الاذاعه والتلفزيون. الله 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 الله. هو كده عمليا مفيش حاجه هتقف. يا فندم الدوله المصريه داخله حقبه جديده خالص. ودي انا بستاذن حضرتك ان الناس لازم تعرف ان في خطط طموحه جدا وما بقتش مجرد خطط على ورق. دي خطط بتتنفذ على الارض. حضرتك مشكورا لو في أي مشروع من المشاريع دي إحنا حضرتك الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل بننفذنا عدلي منصور، ودي مش هتبقى المحطة المركزية الوحيدة، إحنا عندنا محطة مركزية تاني هتبقى في العاصمة الإدارية، عندنا محطة مركزية في اسكندرية، عندنا محطة مركزية وتبادلية في الأقصر، كل دي محطات مركزية تبادلية مع وسائل نقل ذكي، بحيث إن حضرتك إحنا حالياً بننفذ على الارض الخط الرابع للمترو، بنقفل او سياده الرئيس شرفنا بتدشين
بدء التشغيل التجريبي للمرحله الثالثه للخط الثالث، بننفذ على الارض المونوريل شرق النيل وغرب النيل. في القريب العاجل هنبتدي في الخط السادس للمترو. احنا حاليا بننفذ على الارض شبكه القطار فائق السرعه، الخط الاولاني العين السخنه العلمين مطروح، الخط الثاني اكتوبر ابو سمبل غرب النيل، الخط الثالث الاقصر قنا الغردقه تفاجئ. ده حاجه عظمه. كل دي مشاريع بتتنفذ حاليا على الارض. طيب اذا اذنت لي برضه يا فندم، قطعا لشك بيقين، هو الاسعار بتاعه التذاكر هتبقى غاليه قوي يعني؟ لا يا فندم، احنا اسعار، احنا اعلنا اسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف اللي حضرتك سياده الرئيس شرفنا النهارده بافتتاحه. أيوه. احنا بنشتغل 3 محطات ب 15 جنيه لغايه 6 محطات ب 20، لغايه 9 محطات ب 25، فوق ال 9 محطات لغايه 19 محطه ب 35. برضه عشان في نقطه مهمه جدا اوضحها للساده المشاهدين، المحطه ما بنقولش انها محطه المترو، لان محطه شبكه المترو الانفاق ما بين المحطه والمحطه ده داخل القاهره ده مسافتها كيلو. كيلو واحد. لكن حضرتك في ال ار تي الثلاث محطات دول يعني 17 كيلو طولهم، المسافه البينيه ما بين من محطه واحد لمحطه ثلاثه دي 17 كيلو. القطار الكهربائي بيمشي المسافه بين المحطات، ده المرحله الاولانيه بتاعته 70 كيلو 12 محطه. فاحنا بنتكلم في ان المسافه البينيه بتتراوح من 5 ل7 كيلو ما بين كل محطه والثانيه. وبالتالي الناس لازم تستوعب ان كلمه محطه دي مش ان هي زي المترو الانفاق هينزل من رمسيس للعتبه او هكذا. لا، ده بيمشي من المحطه، يدي لحضرتك مثال، من عدلي منصور للعبور، مدينه العبور دي محطه، الفرق حوالي 6 كيلو. من العبور الى المستقبل دي 6 كيلو تاني، من المستقبل للشروق دي 6 كيلو تاني. فاحنا بنتكلم من 15 ل 16 كيلو ما بين المحطه والثانيه، من 5 ل 7 كيلو. يعني ده معناه انه ال 19 محطه دول ممكن يوصلوا لاكثر من 100 كيلو. 103 كيلو يا فندم. ب 35 جنيه. ب 35 جنيه. ايه ده؟ ادي لحضرتك مثال ثاني. قول لي يا فندم. ان ال 15 كيلو دول بحسابات البنزين يعني بياخدوا حوالي لتر ونص. واخد بال حضرتك؟ ماشي. طيب انا هوفر لحضرتك الباركينج او ساعه الانتظار اللي تركب فيها عربيه حضرتك. حضرتك هتركب من محطه مؤمنه بنسبه 100% ما شاء الله، من ناحيه الكاميرات، من ناحيه الامن، من ناحيه التعامل الذكي سواء مع التذاكر او مع البوابات. القطر بيتم التحكم فيه او الوحده المتحركه بيتم التحكم فيها من غرفه تحكم مركزي. القطار مزود بكافه احتياجات ذوي الهمم من اهالينا، كل محطه فيها من 10 ل 12 سلم كهربائي، فيها على الاقل 4 مصاعد كهرباء، فيها المحطه نفسها معمول مسارات معينه بتصميم هندسي معين لذوي الاحتياجات الخاصه، بحيث ان هو يخش المحطه لوحده ويقدر يتعامل لوحده من اول الباب لغايه ما يركب القطر ويغادر المحطه. بوسائل ارشاد سمعيه ووسائل ارشاد بصريه، مسارات مصممه هندسيا لفاقدي البصر بحيث ان هو يقدر يمشي في المحطه وما يحتاجش اي نوع من انواع المساعده. حلو قوي. هي دي الجمهوريه الجديده. ده 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 ايه الحل؟ طب معلش انا هطول، ارجوك استحملني يا سياده اللواء. لا تحت امرك يا فندم. دلوقتي انا شفت القطر من جوه وشفت كراسي، هو بجد مش هزار، هي دي كراسي ميبخ قوي يعني. يعني والله غير ان انا هنزل على الارض رجاء لاخويا النبي حافظ على الحاجه، حرام يعني. بس ده بجد والله، اصل انا ركبت القطارات بتاعت انجلترا يعني، وكنت دايما اقعد اضرب بيها المثل. تمام. واقعد اتمنظر على اصحابي ان انا ركبت القطر، ركبت القطر. فالقطر ده بالمناسبه حلو قوي قوي يعني، زي بتاع انجلترا تقريبا نسخه طبق الاصل، بل انه في بعض الحاجات احلى واشيك وافخم، وشغل خشب وكراسي جلد كده وميبخ قوي يعني. فسؤالي بقى، هو يعني القطر ده غالي قوي ولا القطر ده برضو ايه في اللذيذ؟ لا حضرتك، ده حضرتك بتتكلم على القطارات السكه الحديد
الجديده اللي تم شرائها بواسطه سيد فكر حبيبي وزاره النقل. ده طبعا هي كراسي فاخره، لان هو يعني انا طبعا عشان زميلي الرئيس هيئه السكك، انا عارف هرد نيابه عنه ان القطار اللي وزاره النقل ورئيس سكك الحديد اشترته، اللي هو القطر اتقان سياده الرئيس تفقده النهارده، ده بيسموه في منظومه السكه الحديد ده الرولز رويس بتاع السكه الحديد. ده رولز رويس قوي. فده اللي بيطلق عليه، يعني ده اللي بيطلق عليه ان ده الرولز رويس بتاع السكه الحديد. ده انا عليا النعمه يعني اسيب العربيه واركب القطر. برد نيابه عن زميلي رئيس هيئه السكه الحديد. السكه الحديد مصر. يعني. ايوه طبعا يا ريت. يعني ده حاجه 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 محترمه قوي يا فندم. قوي قوي قوي. الحمد لله. دي على فكره التوجيهات، احنا لما بنيجي بنعرض على سياده الوزير او بيتم العرض على دوله رئيس الوزراء او سياده الرئيس، دايما بيقول اعملوا الحاجه الحلوه اللي بتعبر عن احنا تطلعاتنا ايه، احنا عايزين ايه بكره، احنا عايزين الناس تتعامل ازاي. حضرتك قلت لي من شويه ان حضرتك سافرت كتير بره. احنا كنا دايما لما بنسافر بره بنقول ايه، يا ريت. هو الكلام ده مش عندنا ليه؟ لا، احنا دلوقتي المرحله اللي احنا فيها دلوقتي، لا الناس اللي بره بييجوا يتفرجوا على الحاجات اللي احنا بنعملها. قصدي فعلا حاجه حلوه زياده عن اللزوم، يعني لدرجه ان انا والله بدون مبالغه انا حاسس ان انا قاعد عمال بحلم. يعني انا ربنا مد في عمري ان انا هشوف في مصر سكه حديد ومترو ومحطات بهذا الشكل، اللي هو الف حمد وشكر ليك يا رب. سياده اللواء، انا عايز اشكر حضرتك قوي جدا 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 جدا. تحياتي لحضرتك ولكل الناس اللي بتشتغل في الهيئه، وبالمناسبه بما ان احنا اتكلمنا على سكك حديد مصر وكل الناس اللي بتشتغل في سكه الحديد، منظومه النقل عندنا بقت عظمه على عظمه، وكل ده احنا لسه بنقول يا هادي. اشكرك سياده اللواء والي عصام والي، رئيس الهيئه القوميه للانفاق.